رمضان كريم، اجيو نحضروا هاد الشهيوات. العجين، معلقه كبيره خميره، سكر، شويه الماء، نخلطو، نزيدو 2 معالق كبار طحين ونخلطو، نزيدو 1 كيلو ديال الطحين، شويه الملحه، بيضه، واحد ياورت بلا سكر، شويه السانوج، شويه الشوفان وشويه الزنجلان، الماء باش غنجمعو ونعجنو. من بعد كنزيدو 2 معالق ديال الزبده ونكملو العجين، نخليوها ترتاح ساعه. بعد ما كترتاح كنحيدها، نزيد لها شويه طحين ونقسمها لجوج ديال الاقسام. النصف الاكبر غادي نقطعو دوائر، وكل كويره غادي ندير منها على شكل خبز الساندويتش، نديرهم في الصينيه وندهنهم بالبيض وندخلهم الفرن على درجه حراره 200 مده 3 ساعة. زيت بلديه مليحه، ابزار، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه الثومه، شويه ديال الفلفل الحار، سكينجبير، كمون، قزبر يابس، شويه الخرقوم، واحد شويه التحميره، ومعلقه صغيره ديال مطيشة هاد الحك، نشحرهم شويه، نطفي عليهم، نزيد لهم ياورت بلا سكر، ونزيد لهم طرف ديال الدجاج بلا ما نطيبوهم، ونديرهم في المول وندخلهم الفران يطيبو حتى هما 3 ساعة. الباكيت طاب، كنحلو من الفوق، ندهنو بالبصله كاراميليزي اللي تقدروا تلقاوها في القناة ديالي، جبنة الساندويتش والحشوة من بعد ما طابت. غادي ندير مطيشه مجففه، شويه الفرماج، ونعاود ندخلهم الفران، وها هما واجدين. النص الثاني من العجين غنسرحو وندهنو بشويه ديال المطيشه ديال البيتزا، البصله، الطون والفرماج، ونجمع، ندهنها بالبيض، وندير لها شويه شامبينيون، وندير لها شويه الفلفله، البصله، شويه ديال الزيت البلديه والفرماج، وندخلها حتى هي بنفس الطريقه الفران. وبالصحه والراحه.